طيب معانا على الهاتف واحد من الاسماء اللي انا اصلا قلت لكم هنا على الهواء قبل كده فرحت جدا ان النادي الاسماعيلي فكر فيه، فرحت جدا ان النادي الاسماعيلي جابه في الظرف الصعب ده، وفي نفس الوقت اشفقت عليه جدا انه يجي في الظرف الصعب ده في مهمه كبيره مع فريق كبير زي الاسماعيلي. ولكن انا هفضل لحد اخر الموسم زي ما قلت لكم في اول حلقه ادعم فكره بقاء الكابتن الكبير حمد ابراهيم مديرا فنيا للنادي الاسماعيلي مهما كانت النتائج. الراجل ده من المدربين اللي يعرفوا يعملوا خطه طويله الامد وخطه قصيره الامد، والخطه القصيره الامد كان نتيجتها الاولى اليوم والفوز الكبير على فريق كبير زي الاتحاد السكندري 2-1. الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم، مليون مبروك الفوز النهارده. حبيبي يا كابتن كريم، ربنا يخليك، ومتشكر جدا على الكلام الكبير دوت، متشكر على دعمك على طول لينا، وربنا يبارك فيك يا كابتن كريم. انا متفائل بيك جدا بصراحه مع النادي الاسماعيلي، وكنت سعيد جدا النهارده ليك انت والنادي الاسماعيلي انه بتحصد مجهود اشتغلت بيه الفتره اللي فاتت، وانا متاكد ان المجهود ده مع ضغط مش طبيعي. والله الحمد لله كابتن كريم، هو ده طبعا حاجه احنا متعودين عليها في شغلنا، فهيظل الضغوط ديت علينا تبقى جامده جدا، وهيظل ان الضغوط ديت مع لازم تبقى بحجم اسم النادي الاسماعيلي، فلازم تلاقي ضغوط كبيره جدا، لان النتائج الفتره اللي فاتت النادي الاسماعيلي لعب 10 مباريات ما فيش مباراه فاز فيها، وهيظل كان عنده 3 بونت، فدي ارقام صعبه جدا على جماهير النادي الاسماعيلي، فلازم الراجل اللي جاي لازم يا انت تبقى متحمل الكلام ده، او ان انت ما تقدرش تشتغل الكلام دوت، فدي حاجه في شغلتنا كابتن كريم، فانا الواحد جاي وعارف هو هيشتغل ازاي، لكن هي ضغوط كبيره جدا عشان حجم اسم النادي الاسماعيلي والوضع اللي هو فيه. هيظل الحمد لله رب العالمين، احنا بقالنا 21 يوم او يعني نقول 22 بالنهارده، هيتخللهم 5 مباريات جوه ال 22 يوم، منهم 4 دوري و1 كاس، فالفترات التدريب نفسها ما فيش فترات كبيره جدا صح عشان تقدر تعمل فيها حاجه كبيره، لكن هيظل جوه الشغل اللي انت ازاي بس تظبط الفرقه، وازاي تشتغل على الحاجات اللي فيها التكتيك كتير، الحاجات اللي فيها الشيب نفسه وشكل الفرقه وهي شغاله، فدي حاجات لازم تشتغلها، مع ان انت بتدي حاجات بسيطه كده لازم اللعيبه تبقى قادره تشتغل في الملعب. فالحمد لله رب العالمين، انا يمكن النتيجه السلبيه الوحيده هي مباراه الجونه اول مباراه، وكان ليا 24 ساعه بس ماسك المباراه، وانا اللي كنت متحمل المسؤوليه فيها، بعد كده كل المباريات نتائج ايجابيه، حتى لو تعادل فهي نتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي، لكن مش هي دي النتيجه اللي ترضيني انا شخصيا، ولا ترضي النادي الاسماعيلي وجماهيره في الظروف دي كمان، عشان على الاقل الظروف صعبه، يعني انت محتاج كل نقطه طبعا، لكن هيظل ان انت في مباراه المقاصه اول مباراه بعد الجونه انت كسبان 2-0 وجالك ضربتين جزاء ومضيع عدد من الفرص كنت ممكن تحسم بيهم المباراه، لكن ما حصلش نصيب، حتى المباراه اللي بعد كده وانت على ارضك وفيوتشر وانت عامل برضو مباراه كبيره وكنت ممكن تقدر تخلص المباراه وعامل عدد من الفرص كبير جدا، لكن هيظل ان انت التوفيق مش موجود. النتيجه طبعا النهارده كانت نتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا، انت بتلعب نادي كبير وخارج ارضك، وهيظل انك لازم تعمل نتيجه ايجابيه عشان تقدر تعدي المرحله اللي انت فيها كابتن كريم، لكن هي انا بقول ان اللعيبه النهارده عملت مجهود كبير جدا، ودي هتدينا ثقه ان شاء الله الفترات اللي جايه، انك انت جوه المباراه 90 دقيقه كنت متقدم 1-0، وبعدين الاتحاد اتعادل معاك، بعدين ما حصلش اي حاجه واشتغلت وجبت الهدف الثاني، فديت حاجات تدي لك طمانينه للعيبه، تخلي عندهم ثقه وهم شغالين، ما عندناش مشكله، حتى في التنظيم الدفاعي وانت عامل تنظيم دفاعي كان عملنا عدد من الفرص اللي كنا بنروح بيها انفرادات في اخر المباراه، لكن هيظل ان النادي الاتحاد برضه جاله فرص، لكن هو توفيق ربنا والفرقه اللي عملت مجهود احسن هو كان من نصيبها 3 بونت. من الحاجات اللي اتقالت وانا انتقدتها جدا اليومين اللي فاتوا ان مباراه الاسماعيلي والاتحاد هتحدد مصير الكابتن حمد ابراهيم، وسالت قلت هو لسه لحق الكابتن حمد ابراهيم يتحدد مصيره ولا ما يتحددش؟ الراجل لسه بيقول يا هادي. الكلام ده اكيد سمعته، لو ما سمعتوش من جوه النادي فهتسمعه على الاقل من الاعلام. يعني هيظل يا كابتن كريم الاحداث اللي بتدور حوالينا كلها بتبقى موجوده، لكن لو انت اديت دماغك للكلام دوت مش هتخلص، وتاني حاجه لو انت اديت دماغك للكلام دوت فالكلام ده هيؤثر عليك، فانا بقول ان الكلام ده بيدور طبعا وبنسمعه، لكن هيظل ان انت تعمل مجهود لاخر وقت ولاخر لحظه جوه النادي، لكن انا بقول ان مش كل الناس هتبقى متفقه عليك، ومش كل الناس هتبقى معاك، ومش كل الناس هتبقى ضدك، لكن الحمد لله رب العالمين العدد الكبير جدا من جوه الاسماعيليه يعني الحمد لله بيدعموك، مجلس الاداره برئاسه الباشمهندس يحيى
الباشمهندس يحيى على طول معانا وعلى طول عايز يعمل احسن حاجه عنده، وعلى طول لو احنا في اي مشكله بيحاول يخلصها على طول. لكن هيظل انك انت النتائج يا كابتن كريم قلت لك باسم وحجم النادي الاسماعيلي هي اللي بتخلي الناس حواليك او الناس تبقى ضدك، لكن ده كلام موجود في الكوره. ولو انا مش جاي النادي الاسماعيلي ومتاكد ان هيبقى فيه الضغوط ديت يبقى انا ما كنتش استاهل ان انا امسك مكان بحجم النادي الاسماعيلي. لكن هيظل هو توفيق ربنا والمجهود اللي اللعيبه هتعمله هو اللي تحسم اي حاجه. لما جيت كان في بعض اللاعبين المنضمين حديثا للنادي الاسماعيلي في يناير مع المدير الفني السابق للفريق، اللاعبين دول حاسس انك هتقدر تستفيد منهم الفتره اللي جايه؟ والله يا كابتن كريم انا يعني بدخل يعني انا بص يا كابتن كريم برضو عشان الناس تبقى فاهمه، هيظل ان في عندك عدد، انا رحت النادي الاسماعيلي في 40 لعيب اتمرن، فده مستحيل ان انا اقدر امرن العدد ده كله وانا بفتره صعبه جدا انت عايز تركز فيها في عدد المباريات اللي جايه لك واللي بنط، مش هتقدر تبص على كل الناس. فهيظل ان في عدد من اللعيبه هي رؤيه فنيه، لكن هيظل ان انا هستفيد من كل اللعيبه، بس لازم كل حاجه ليها وقتها، وهيظل ان انا مش هقدر استعمل كل الناس. انت بتتكلم في لعيب 40 لعيبه كابتن كريم طبعا. حتى لو انت اخترت اي 10 منهم يلعبوا جوه الملعب فهيظل الباقي كل الناس هتسال عليه هو فين؟ صح. مش موجود ليه؟ ما بيلعبش ليه؟ هيظل الكلام ده. لكن لو احنا انا قلت للعيبه ان الحمد لله انا معايا 24 لعيب كلهم اشتغلوا المباريات اللي فاتت، ده اللي انا قلته للعيبه ان انا في كل مباراه هتلاقيني بعمل روتيشن في واحد او اثنين، لان كل ثلاث ايام او اربع ايام مباراه. صحيح. فمش هتقدر لازم تعمل روتيشن فيه، ولازم اللعيبه دي تبقى متشافه يا كابتن كريم. صحيح. فالحمد لله يعني لو انت انا عارف ان انت متابع، لو بصيت انا رجعت من ماتش المقصه لعبت خمسه وشلت خمسه من الفرقه وعملنا مباراه كبيره جدا على نادي فيوتشر. هيظل ان انا المباراه اللي بعتها شلت ثلاثه وحطيت ثلاثه، فالروتيشن دوت هو اللي هيدي للعيبه كلها اصرار ان هو يبقى موجود وان هو يبقى متواجد جوه الفريق. لكن في الاول وفي الاخر يا كابتن كريم هي رؤيه فنيه، انا اللي مسؤول مين اللي يلعب ومين اللي مش موجود ومين اللي مش موجود. هيظل ان اللعيب اللي هو على قدر النادي الاسماعيلي هو اكتر واحد انا بختاره في الفتره ديت. اللعيب اللي هو مش موجود هو برده على قدر النادي الاسماعيلي، بس الرؤيه الفنيه لسه مش موجوده دلوقتي، لان مش هقدر استعمل انا 40 لعيب في عدد خمس مباريات، يبقى انا ما الامور هتبقى صعبه جدا. لو سالتك او قلت لك قول حاجه الجميل النادي الاسماعيلي يرتاحوا بيها شويه، يطمنوا بيها شويه، يعني ياخدوا نفسهم بيها شويه، تقول لهم ايه؟ هقول لهم حاجه واحده بس، ان انتوا لازم تدعموا اللعيبه، دي الحاجه الوحيده اللي تخليكوا تاخدوا نفسكم، لان ما عندكش حل تاني يا كابتن كريم غير انك انت تدعم اللعيبه. صح. على طول. صح. سهل جدا يا كابتن كريم ان انا اختم لعيب، سهل جدا ان انا اوقف لعيب، سهل جدا ان انا احط خصومات عليه، لكن الصعب جدا ان انت ازاي تطلع اللعيب ده من الكبوه اللي هو كان فيها والمواقف السلبيه والنتائج السلبيه اللي كانت على طول موجوده في النادي الاسماعيلي. فدي دي ده الامر اللي كان صعب، اللي انا ما كنتش يعني في الفتره الاولانيه كان شغل الشاغل ازاي اخرج اللعيبه من المكان دوت. فانا بقول للجماهير مهلا على اللعيبه، هيظل ان هم دول اللعيبه اللي مكملين معانا لغايه اخر السيزون، فما فيش حل تاني. فانت لازم تدعم اللعيبه ولازم تقف وراها، او انك انت كده لو انت ما دعمتهمش هتيجي على مصلحه النادي بتاعك اللي انت بتعشقه وبتحبه. فانت لازم في الاول وفي الاخر ما عندكش حاجه تانية غير انك تدعم اللعيبه، تفضل ورا اللعيبه لغايه اخر مباراه في الدوري يا كابتن كريم. كل التوفيق ليك يا كابتن حمد، كل التوفيق للنادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدير الفني للنادي الاسماعيلي بعد الفوز الكبير على الاتحاد السكندري اليوم 2-1، كبير لانه على فريق كبير هو الاتحاد السكندري.